في كل خيمة هنا عائلة تحصي أشهر رمضان منذ النزوح الأول. مخيم بزيبز في محافظة الأنبار مأوى مهجري ناحية جرف الصخر. أسرة أبو أحمد المقيمة هنا تعطي صورة عن معاناة المهجرين في هذا المخيم. معيشنا صعب، ماكو ولا راتب عندنا، وكل واحد برقفته أقل شخص عنده 8 أطفال 9 أطفال. أنا عائلتي 21 نفر استغفر الله، ولدي وولدك، وما عندنا ولا راتب ولا شيء. خلف الله على الخيرين، لو تجيك مساعدات لو شيء. وهاي الغذائيه شوفت عينك، كل 6 أشهر غذائية التموينيه، يعني 6 أشهر 4 أشهر نستلمها. أكثر فصل مؤثر في مأساة المهجرين هي الأمراض المزمنة التي تضيف إلى حاجة المأكل والمشرب التفكير في الطبابة وتأمين الأدوية باهظة الثمن. والله إذا عندي علاجي ذاك وأنا والله ما أقدر على الثمن، والله وهذا شهر رمضان والله ما أقدر أجيب شيت من عنده، والله ما له هشاشة بالعظم، عندي سكر وضغط وعندي جرثومة بالأمعاء، عندي تهيج قولون، والله العظيم. الشعور بالوحدة مع غصة التهجير في شهر رمضان يدركها من في هذه المخيمات ويعرفون معناها تمام المعرفة. كل ما يجي الغروب مساء وصباح نتذكر مناطقنا ونتذكر بيوتنا ونتذكر أخوتنا اللي فرغناهم، يعني سعنا 4 أخوان 5، لا 4 أخوان، واحد راح لبغريب، واحد نازل بالعامرية، واحد نازل جرب الفلوجة، يعني احنا كنا عائلة وحدة. هسه أنا أخوتي كنت ما أشوفهم، ولدي الولد اللي وياي همزة كل ما أخذ مرته وراح، يعني على عيشتهم. وكيف يمكن لأسرة أبو أحمد وغيرها نسيان تلك اللحظات العصيبة حينما ودعوا ديارهم قبل أن تستبيحها الميليشيات؟ والله بنات بويتي خبل وما خلوني، ما شهر واحد كان يهججون. تمنيت أجوز وليدي وبنياتي على راحتي، ما خلوني، خذوا بيتي وخذوا قاعي وهدموه، تبهذا وحلالنا خذوه نهب وسلب، ما خلوا. ولعل أبلغ ما يشرح الحال دعوة مهجر صائم عند إفطاره. اللهم رب تفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب.